في يوم اكو شاب جامعي، شاب بالجامعة اصيب بمرض عضال، مرض لكن مرض دائم. فاعجب بفتاة في الجامعة، اعجب بعفتها، حشمتها، اخلاقها. اجى صارحها بمشاعره، قال لها اني أملك مشاعر اتجاهك وأريد أتواصل معاك. ايش ردت علي البنية؟ قالت لا آسف، أنا ما أقدر أتواصل وياك، احترامي لنفسي منعني، والأمانة اللي خلوها أهلي بعنقي ما تخليني إنسانة خائنة، ما أقدر أخون الأمانة، أنا آسفة ما أقدر أتواصل. هذا الرجل أو هذا الشاب والله من شافهيج يعني باشر بخطبتها، باشر بإجراءات الخطوبة، لكن حالته الصحية ساءت جدا، أدخل على أثرها للمستشفى. فبالمستشفى في أيام الأخيرة، أيام الأخيرة من حياته، التفت إلى أخوه قال له أكو رسالة أريدك توصلها إلى فتاة بالجامعة. قال له شنو الرسالة؟ قال له اكتب هذه الرسالة. كتب أخوه الرسالة، قال له إذا أنا مت بعد دفني هاي الرسالة توصلوها لهاي البنية، ضروري توصل. قال له إن شاء الله. مات الولد، مات. أخوه إجا بالجامعة يسأل عن فلانة، قال له نعم فلانة تداوم بالكلية بهذا القسم. سلم عليها، قالت له عليك السلام. قال له هذه رسالة، أني أخ فلان اللي انطاكم عمره قبل ايام، واوصاني اخويا ان اوصل هاي الرساله لك. فالبنيه فتحت الرساله، والله مكتوب بيها بسم الله الرحمن الرحيم: الى الاخت العزيزه فلانه، انا قد احببتك من كل قلبي، وانا مصاب بمرض عضال، وكم تمنيت أن تكوني زوجتي في أيام الأخيرة وأنا في هذه الدنيا، لكنني أردت شيء، والله أراد شيء، وحين طلبت التواصل معك لم أكن ألعب ولم أكن ألهو، فأنا لست من هذا النوع أبداً، لم يؤدبني أبواي على اللعب بأعراض الناس، وإنما أردت أن أتواصل معك لتعرفيني ولأنبئك بأنني صاحب مرض، وإنني قد باشرت بخطبتك، لكن المرض والموت حال دون ذلك، أرجو ألا تنسيني، كلما فتحت القرآن الكريم اذكريني بقراءة القرآن. الله، شوف شوف احترام النفس، شوف الفتاة بالجامعة شقد محترمة نفسها اللي ما قبلت أن تتواصل وياه أبدا، وشوف الشاب شقد محترم اللي احترم رأيها واحترم قرارها وقضى نحبه وهو متعلق بها.